بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن طريقة عرض التطبيقات في ساعة أبل وكيفية حذفها وإعادة ترتيبها. لكن قبل ما أتكلم عن فيديو اليوم، ودي أني أعمل سحب على هذا الشاحن من شركة أنكر. الشاحن هذا شاحن متنقل صغير الحجم بسعة 10,000 ملي أمبير أور، تقريبا يشحن الآيفون 4 مرات أو يمكن الآيفون ماكس 3 مرات وشوي. وأيضا فيه ميزة زي ما ذكرت هنا أنه حجمه صغير، فاللي حاب أنه يحصل على هذا الجهاز أو يدخل في المسابقة كل عليه أنه يتابعني على حسابي في تويتر ويعمل ريتويت التغريدة اللي راح أشاركها معكم بعد شوي في السناب، أو أني بإذن الله راح أحط رابطها في وصف الفيديو تحت لما أرفع الفيديو هذا على اليوتيوب. واللي يدخل على اليوتيوب يريد أن يعمل لايك لهذا الفيديو. لو أنت أول مرة تستخدم ساعة أبل، فعشان توصل للبرامج كل عليك أنك تضغط على العجلة الدائرية، فراح تدخل على البرامج. طبعا راح تظهر لك الآن بطريقة قرص العسل أو الهاني كومب، فتقدر أنك أنت تسحب العجلة الدائرية على تحت فراح تصغر معك، أو أنك أنت يعني تكبرها بالشكل هذا. فعلى سبيل المثال أنا الآن بدخل على تطبيق النشاطات اللي هو بالدوائر هذه، فمجرد أني أسحبه بالشكل هذا إلى الأعلى عن طريق العجلة الدائرية وراح أدخل على التطبيق. أيضا بإمكاني أني مثلا أضغط على أي تطبيق عشان أفتحه. على سبيل المثال بإمكاني أني أضغط على الطقس وراح يفتح معي بالشكل هذا. طبعا هذه الطريقة توفر لك ميزتين. الميزة الأولى أنه لو جيت أنت مثلا جيت استمريت بالضغط على الشاشة، فالآن تقدر تحذف البرامج اللي أنت ما تحتاجها. فالبرامج اللي جنبها علامة X معناه أنه أنت تقدر تحذفها. فعلى سبيل المثال الآن هنا مجرد أني أضغط على علامة X فراح يقول لي هل تريد حذف التطبيق. وأيضا بإمكانك أنك أنت ترتبها، فبإمكانك أنك تسحب التطبيقات بالشكل هذا وترجع ترتبها، فراح تعطيك ميزتين. أول شيء أنك أنت تحذف، وأيضا بإمكانك أنت تعدل التطبيقات، وأيضا بإمكانك الخروج بأنك تضغط على العجلة الدائرية زي ما احنا شايفين الآن عشان تطلع من اللي هو المود حق اللي هو حذف التطبيقات أو إعادة ترتيبها. طبعا هذه الطريقة أنا ما أحبها الصراحة، فعلى أساس أنك تغير أنت من طريقة قرص العسل هنا، فكل اللي عليك أنك أنت تروح تدخل على الإعدادات. فالآن من هنا ممكن أن أخلي الإعدادات بالنص وبعدين أحركها بالشكل هذا، فالآن دخلت على الإعدادات. الآن كل اللي عليك أنك أنت تيجي تنزل تحت وتدخل على عرض التطبيقات، فالآن تختار عرض كقائمة. فالآن بنلاحظ أن التطبيقات الآن أصبحت تنعرض بالشكل هذا اللي برأيي أنه أسهل من طريقة قرص العسل. طبعا قبل شوي أنا ذكرت أنه ميزة الهاني كومب أو قرص العسل أنك أنت تقدر تعيد ترتيب التطبيقات وتقدر أيضا أنك أنت تحذفها، لكن مع طريقة عرض التطبيقات هذه ما تقدر أنك أنت تعيد ترتيب التطبيقات، فالتطبيقات مرتبة بالحروف الأبجدية فما تقدر تعيد ترتيب التطبيقات، لكن تقدر أنك أنت تحذفها. فعلى سبيل المثال الآن أنا أبغى أحذف أول برنامج، فمجرد أني أجي أسحبه كذا فالآن أقدر أني أضغط على ديليت وراح يقول لي هل تريد حذف التطبيق ولا لا. ففي هذا العرض انت ما تقدر انك انت تعيد ترتيب التطبيقات، لكن تقدر انك انت فقط تحذفها. طبعا هذه الطريقه اللي تكلمت عنها تنفع في الساعات اللي محمل عليها اخر اصدار اللي هو الواتش او اس 7. لو كانت عندك ساعه ابل الاصدار الاول او الاصدار الثاني، فكل اللي عليك انك انت تجي تدخل على التطبيقات وبعدين تستمر بالضغط على التطبيقات، فالان راح تقدر انك انت تغير عرضها. فمجرد انك تستمر بالضغط راح تقدر تغير طريقة العرض بدون الدخول للإعدادات، لكن لو كنت محمل آخر نظام فالطريقة بحسب ما شرحت تدخل الإعدادات وعرض التطبيقات وتغير لطريقة العرض اللي تعجبك. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اللي تكتبونه تحت في خانة التعليقات، ولا تنسون أنكم تدخلون في السحب، فكل عليكم أنكم تعملوا ريتويت للتغريدة اللي راح أنشرها بعد شوي على حسابي في السناب، أو لو كنت تشوف الفيديو هذا على اليوتيوب ياليت أنك أنت تشيك على الوصف وراح تحصل رابط التغريدة. مجرد أنك تتابع حسابي على تويتر تعمل ريتويت التغريدة، وبإذن الله بكرة راح أعلن عن الفائز وراح أسلمه إياه في الرياض بعد بكرة، أو راح أشحنها عن طريق DHL داخل المملكة، فقط داخل المملكة، لأنه برا المملكة راح نواجه مشاكل في الشحن. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.